بسم الله. اللهم أعنا على ما تحب واجعلنا فعلا نشكرك بدون حساب، ونري الإنسان أننا من خير الأنام وإحنا أتباع الرسل الكرام عليهم السلام. وبعجالة أختم هذه السورة هذه الجلسة المباركة بما تبقى من آخر سورة الطلاق، رسولا يكون سيدنا جبريل عليه السلام ولا نبينا عليه الصلاة والسلام يتلو عليكم آيات الله، معنى اللي pour vous pour votre meilleur destin، آيات الله سادير بينات سادير لي سيني ديفا تريز اكسبليسيت ليخرج. Et si on entend bien et on écoute bien le Coran, ليخرج. Qu'est-ce que ça va se produire? ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. C'est-à-dire, en bien comprendre le Coran, Dieu, il transporte les gens qui seront des croyants, vrais croyants, des ténèbres voulues par Satan le maudit, à la lumière qui est un don divin. Il yukhrij alladhina amanu wa amilu salihat min adh-dhulumati ila an-nur. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan, c'est-à-dire il réalise des actions pies, ندخل جنات التجري من تحتها الأنهار. سنزالون لدمتر أو بارادي ويا دي رويسو كيكون سو لوي يعمل صالحا ندخل جنات التجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، سنزالون يبيفرون ايترنالمو أبدا ايترنالمو قد أحسن الله له رزقا، سنزالون ديو ليا دوتي دون فابور très très positif. والآخر الآية من سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سادي سلوي كي كريا لي سات في مامو لي سات تير الي سوار و سون لي سي تير ريستونت. يتنزل الأمر بينهن، سادي يا سكيلاسيون d'or divin, soit telle chose, un électron, une constellation, etc. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا, afin que vous soyez conscient, en Allah ala kulli shay'in qadir, que Dieu est vraiment omnipotent, وأن الله على قد أحاط بكل شيء علم, c'est-à-dire et Dieu, il a embrassé toute science concernant ses créatures, wa salam, le tamam al kamal, ala ummat Muhammad, alayhi salatu, wa salam, le tamam wa al kamal.